إلى أي مجموعة أعداد ينتمي العدد 3.4028 حيث أن 28 دوري؟ وقبل الإجابة على السؤال دعونا نفكر قليلا في معنى هذا. ماذا يعني عدد أو رقم دوري؟ 28 دوري يعني أن 28 ستتكرر للأبد، ويمكنني كتابة العدد هكذا 3.4028، لكن 28 ستبقى تتكرر، ستتكرر للأبد، تكرر وتكرر، ويمكنني كتابة التكرار على طول المدى. وبما أنه مكرر سنضع خط فوق 28 لنعبر على أنه سيتكرر. الآن نفكر في مجموعة الأعداد التي ينتمي إليها. حسناً، أوسع مجموعة أعداد قد تعاملنا معها كانت الأعداد الحقيقية، وبالطبع هذا سينتمي إلى الأعداد الحقيقية. مجموعة الأعداد الحقيقية تشمل كل خط الأعداد الذي نشكله هنا، و 3.4028 أين تقع؟ هنا ناقص 1.0123 4، هنا 3.4028 أكثر بقليل من 3.4 وأقل من 3.41 على خط الأعداد. إذن إنه عدد حقيقي، أي أنه حقيقي، حقيقي دون أدنى شك طبعا. لكن ليس من الواضح فيما إذا كان عدد نسبي. تذكر العدد النسبي هو الذي يمكن التعبير عنه على شكل صورة نسبة أو كسر. إذا قلت لكم أن ميم عدد نسبي فهذا يعني أنه يمكن تمثيله أو يمكن التعبير عن ميم كنسبة مكونة من عددين صحيحين، ما يعني أن ميم يمكن التعبير عنها بصورة لام على عين. إذن لام على عين. السؤال الآن، هل يمكن أن أعبر عن هذا باستخدام نسبة عددين، أو بطريقة أخرى هل يمكننا أن أكتب العدد على صورة كسر؟ دعوني أوضح العدد بصورة كسر. دعونا نضع الرمز سين لهذا العدد. إذن سين تساوي 3.4028 دوري. دعونا نفكر في 10,000 سين. وسبب رغبتي لمعرفة ما هو 10,000 سين لأنني أريد تحريك الفاصلة العشرية إلى اليمين. إذن 10,000 سين كم سيساوي؟ في كل مرة تضرب العدد بالقوة 10 تنقل الفاصلة منزلة إلى اليمين، فالعشر آلاف عبارة عن 10^4، وهذا من أجل تحريك الفاصلة 4 منازل إلى اليمين، 1, 2, 3, 4، فيصبح العدد 3.4028، لكن 28 ستبقى تتكرر وسنبقى نحصل على 28 للأبد. أصبحت جميع الأعداد تقع على يسار الفاصلة العشرية بواقع 5 منازل، ويمكن توضيحه على هذا النحو، وهذا منطقي، وهو قريب من 3.5، وإذا قمنا بضربه ب10,000 سنحصل على 35. إذن هنا 10,000 سين. دعونا الآن نفكر ب100 سين. الهدف من هذه المسألة هو الحصول على عددين عندما أقوم بطرحهم وهم بصورة سين أتخلص من الجزء الدوري، ويمكننا بذلك اعتبارهما أعدادا عادية. دعونا الآن نفكر في ماهية 100 سين. إذن 100 سين هذا يعمل على تحريك الفاصلة العشرية، وتذكر أن الفاصلة العشرية نقوم بتحريكها منزلتين. إذن 100 سين ستصبح 300، دعوني أكتبها، سيكون 340.28 دوري. ويمكننا وضع 28 دوري هنا، لكنها لن تكون منطقية، فقد اعتدنا دائما أن نكتبها على صورة عدد دوري. والشيء المثير للاهتمام هنا يحصل أن هذان العددان أنهما من مضاعفات سين، وإذا قمت بطرح العدد الأسفل من العدد الأعلى ماذا سيحصل؟ حسنا، سيختفي العدد الدوري. لنفعل هذا لنطبقه على طرفي المعادلة لنقوم به. إذن في الجانب الأيسر من المعادلة 10,000 سين
ناقص 100 سين يكون الناتج 9900 سين. وفي الطرف الأيمن لنرى الجزء العشري سيلغى، وعلينا أن نجد ناتج 34028 ناقص 340 لنحسب ذلك. حسنا، 2 أكبر من 4، علينا أن نستلف، لكن لا يمكننا لأننا نفترض أنه هنا 0 لا يمكن الاستلاف منه، وصفر أيضا أقل من 3، إذا يجب علينا الاستلاف لنستلف من 4 أولا. إن استلفنا من 4 يصبح هذا 3، وهذا سيصبح 10، ثم 2 ونستطيع الاستلاف من 10، هذا يصبح 9 وهذه 12. والآن يمكن القيام بعملية طرح. 8 ناقص 0 8، 9 ناقص أو 12 ناقص 4 يساوي 8، و 9 ناقص 3 يساوي 6، و 3 ناقص لا شيء يساوي 3، ومن ثم 3 ناقص لا شيء يساوي 3. إذا 9900 سين تساوي 33688. إذا قمنا بطرح 340 من هذا العدد في الأعلى، وحصلنا على 33688. الآن إذا أردنا إيجاد قيمة سين فعلينا أن نقسم طرفي المعادلة على 9900. إذا نقسم الطرف اليسار على 9900 والطرف الأيمن على 9900، فعلى ماذا نحصل؟ لدينا سين تساوي 33688 تقسيم 9900. والآن ما شيء الملفت للانتباه في هذا، حسنا سين كانت هذا العدد الذي أردنا إيقاف تكراره، وعندما استعملنا بعض ألعاب الجبر وطرح مضاعف من آخر أصبح باستطاعتنا استخراج سين على صورة كسر. إذا هذه ليست أبسط صورة، أعني أن كلاهما يقبلان القسمة على 2 أو على 4، وحتى نحصل على الكسر في أبسط صورة، لكننا لن نأبه كثيرا لذلك، وما سنهتم به في قابلية تمثيل سين، حيث يمكننا تمثيل هذا العدد بصورة كسر كما لاحظتم، أي كنسبة. إذا نعني أن هذا العدد هو نسبة أيضا أو نسبي، أي أنه عدد نسبي. والأسلوب الذي قمنا به لا يمكن تخصيصه لهذا العدد فقط في أي حال، عندما يكون لديك عدد دوري فإنه يمكنك استخدام الأسلوب، وبشكل عام الأعداد الدورية هي أعداد نسبية، والأعداد الغير نسبية هي الأعداد الغير مكررة مثل باي. وعلى أي حال وكذلك في أمور أخرى، من الواضح أن الأعداد الصحيحة هي الأعداد الكاملة التي نتعامل معها، فالعدد يقع في مكان ما بين الأعداد الصحيحة، هذا ليس عدد طبيعي أو عدد كامل، حيث يعتمد على السياق ضمن مجموعات من الأعداد الطبيعية، فهو بالطبع لا ينتمي إلا إلى العدد حقيقي ونسبي، وهذا هو كل ما يمكن أن أعبر عنه.